ويسعدني أن يشاركنا هذا الاحتفال مشاهدينا الكرام الموسيقار المعروف أحمد فتحي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. يا مرحبا، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. سعداء جدا أنك تكون متواجد معنا في هذه اللحظات السعيدة الفرائحية في هذا البرنامج الفرائحي في هذا العيد اللي هو ليس عيد موظفي قناة عدن فقط، بل عيد كل الجمهور، عيد كل الفنانين، عيد كل من يحب هذه القناة. صحيح، هذه القناة اللي هي تعتبر القناة الثانية في الشرق الأوسط بعد مصر. صحيح أستاذ أحمد، طبعا أنت أحد الفنانين الكبار في الوطن، تحظى بشهرة واسعة داخل الوطن وخارج الوطن، ولك باع كبير في هذا التاريخ. أنت أيضا عشت في عدن أستاذ أحمد في مرحلة من المراحل، وأكيد كان لك زيارة لتلفزيون عدن وأغاني تعرض بين الحين والآخر. حدثنا عن دور التلفزيون في دعم الفن والفنانين والمثقفين والشعراء. اولا يعني المفروض ان الناس تكون عارفه بانه ثاني قناه فضائيه في الشرق الاوسط بعد مصر كانت عدن. صحيح، هذا اولا. ثانيا انه انا اول ظهور لي في حياتي كان في تلفزيون عدن ما شاء الله في نهايه الستينيات. ما شاء الله، في نهايه الستينيات، نعم، يعني في نقول في 67 68 كنت انا في عدن. كيف كانت الفرصة هذه، فرصة الظهور، كانت عبارة عن أغنية أو لقاء أو؟ لا، الظهور كان أولا كان في برنامج تبع ماما عديلة. أنا كنت ما شاء الله كنت طفل، يعني كنت صغير ما شاء الله، فاستضافتني. وبعد كذا أحمد قاسم رحمه الله الكبير والموسيقار الرائع، ربنا يرحمه الله يرحمه، كان عمل لي أغاني أطفال. بدأت أسجل أغاني أطفال بالتلفزيون لما كان التلفزيون في الجبل عادو بلاك في بداياته في جبل التواعي. صحيح، أي صحيح. فعمل لي حوالي 7 أغاني للأطفال فأنا غنيتها، وكانوا أولاده أصغر مني ولكن كانوا هم الكورس يعني. فسجلنا هذه الأغاني متوثقة، أعتقد ما زالت في مكتبة عدن. إيش اسم الأغاني مثلا أستاذ أحمد كذا نستذكرها مثلا؟ يعني من ضمن الأغاني في أغنية أذكر اسمها ما أجمل القمر بوجهه الأغر إذا بدا دعا صحبي إلى السهر، هكذا يعني. ما شاء الله. نتحدث عن ظروف التسجيل أستاذ أحمد في تلك الفترة، كيف كانت ظروف التسجيل؟ وكان التسجيل في الأبيض والأسود وفي جبل التواهي، كان الاستوديو صغير في تلك المرحلة. أيوة، كنا نسجل لايف، كان في كنا نجي يعني في الاستوديو ونعمل اللقاءات لايف سواء مع ماما عديلة أو أيام الأغاني. يعني كنا نسجل أنا والأولاد أحمد قاسم، كانوا طبعا هم أصغر مني أيضا، كنا نسجل لايف، ده اللي كنت أذكره يعني. لكن ويت على طول، وكان معنا المخرج انتظر مش عارف ايش، اتحرك الحركه ابدا الكلام ده اللي هو تبع التسجيل اللايف تقريبا. ما شاء الله، كان رغم انه بدايه التلفزيون لكن كان التسجيل لايف في تلك الايام. نعم نعم نعم، احنا من ضمن سجلنا لايف. وبعد كده سجلت اعمالي الثانيه انا ايضا اللي هي الحديده الوديعه، ده كان من الحاني لسه وانا صغير. وبعدين في اغنيه لاحمد قاسم دخلت جنه رضاك اسعدتني في هواك حبيب روحي وقلبي وكل عقلي معاك، مش عارف الله. لحد انه يقول بعود بكرة إلى عندك وتحيا القلوب بعود في وسط جيش تحرير شعب الجنوب، من ضمن الأغاني هذه يعني الأغنية هذه كلها أتذكرها. فكانت يعني إطلالتي الأولى من خلال تلفزيون عدن، وأيضا الفنانين الكبار أيامها الذي يكبروني طبعا سنا في وسبقوني في الفن، أنا كنت ما زلت صغير، كانوا يتوافدوا إلى عدن. يعني الأستاذ أيوب، الأستاذ علي سليمان، الأستاذ أحمد سنيدار، العالي الآن، كل الفنانين تقريبا كانوا يتوافدوا إلى عدن ويسجلوا في تلفزيون عدن. وهذه الأشياء ما زالت موجودة أعتقد إلى الآن. صحيح، موجودة في مكتبة يعني التلفزيون. صحيح، نعم، ما في شك. فعدن طبعا قناة عدن لها فضل كبير، وقناة عدن سباقة، وبعدين كانت تديرها أيضا عقول كبيرة، التخطيط كان لها تخطيط ممنهج يعني، وحضورها كان حضور كبير واسع في أرجاء اليمن ما في شك. يعني هي سابقة لعصرها عدن الحقيقة بكل يعني توجهاتها، سواء
في الجانب المسرحي، في الجانب التلفزيوني، في الجانب صحيح. الإذاعي كمان، يعني تعرف احنا عندنا أيضا في الشمال الإذاعة جت متأخرة صحيح، فالإذاعة والتلفزيون والمسرح كل هذه سبقتنا عدم إليه. نعم. طب الجمهور أستاذ أحمد، الجمهور المشاهد اللي كان يشاهد السهرات الفنية وظهور الفنانين، كانت بالنسبة له فرصة أنه يشوف الفنان اللي كان يسمعه من قبل في الأشرطة أو في الإسطوانات في تلك المرحلة، أو كان يسمعه عبر الإذاعة، كيف كان الجمهور يتلقى هذه الأغاني وهذا الظهور؟ أيوة، كانوا ينتظروا بالذات ليلة الخميس اللي كانوا يظهروا فيها، اللي هي سهرة الفنان أو ليلة فنان، أو كان على ما أذكر كان محمد سعد عبد الله بيعمل سهرات أسبوعية وغيره من الفنانين، فكان الشعب كله ينتظر هذه الليلة، هذه السهرة الفنية. الناس كانوا شغوفين وما زالوا بالفن والموسيقى والغناء أكثر من التوجهات الأخرى، ما في شك. وبالتالي التلفزيون كان وسيلة عظيمة في توصيل أصوات الفنانين المطربين الشعراء إلى الجماهير الغفيرة في الداخل وفي صحيح. الخارج. كان هناك مجموعة مثلا من الفنانين ما لاقوش الفرصة مثلا في الانتشار وفي الظهور، مثلا ما لاقوش الاهتمام الكبير من قبل الجمهور لأنه ما كانش يوصلوا للجمهور، فكانت قناة عدن في تلك المرحلة فرصة أنه هذا الفنان يوصل صوته للجمهور ويتعرف على الجمهور من خلال قناة عدن. نعم، الإذاعة ثم التلفزيون هي من أهم الوسائل اللي أوصلت الفنانين إلى الجماهير، ما في شك. هذا صحيح. طب ماذا يمكن اليوم نقول أستاذ أحمد للكوادر المتواجدة في تلفزيون عدن بهذه المناسبة السعيدة؟ نقول لهم شدوا حيلكم وامشوا على خطى من سبقكم من العظماء اللي يعني تركونا في هذه الحياة، فالأمل فيكم كبير وأن تواصلوا المشوار وأن تواصلوا هذا الحضور الجميل، هذا الإبداع الرائع لعدن واليمن عامة من خلال تلفزيون عدن وإذاعة عدن. يعني الاستمرار ثم الاستمرار ثم الاستمرار وبذل المزيد من المجهود لإثبات الذات ولترسيخ هذه القاعدة اللي هي عدن التلفزيون، عدن الإذاعة، عدن الثقافة، كل هذه الأمور يجب أن نحرص عليها وأن نستمر فيها. شكرا لك أستاذ أحمد، ونحن طبعا نتمنى لك التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرتك الكبيرة والعظيمة التي بدأتها. نتمنى لك الصحة والعافية، ونتمنى أن نرى أعمال لك قادمة وإن شاء الله نعرضها لك في قناة عدن، وهي فرصة جميلة أنك تكون متواجد معنا في هذه الاحتفالية الجميلة. حياكم الله جميعا، وأنا أيضا سألتقي بجمهوري العزيز في دار الأوبرا المصرية يوم 18 الشهر القادم اللي هو أكتوبر إن شاء الله.